استقلاليته والحتة كأي منك شخص والحتة آخر. منك ما تسمحلكيش بإنك تلاقي عندك تايم TIME إنك تشوفي مين بيكلمه؟ لا، إذا هو يسمح بشيء أنا معاكي بقى. إذا لا يسمح لا أتطفل على خصوصياته. أنا بقى معاكي بقى هنا. ولا هز شخصيته. أنا معاكي هنا. وبعدين إحنا في 2024 يا دكتور، الدنيا بقت مفتوحة لدرجة مفتوحة استحالة السيطرة عليها. يا ريتها ما اتفتحت. فما بقاش ينفع تربية الكنترول. مفتوحة بالخيبة وبالخسارة وبالفشل. مفتوحة إيه ونيلة إيه بس خلينا واقعيين. يا ريتها ما اتفتحت. يا ريتها كانت مقفولة والناس بتحترم بعضها بس مفتوحة كمان على الفنون وعلى الثقافات وعلى العلوم وما حصلش اللي حصل لأطفال غزة ونساء غزة ورجال غزة ورمضان غزة.